بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التهاني والتبريكات من نظرائه بالدول الإسلامية ومن كبار رجال الدولة. رئيس الوزراء يطمئن على الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ويشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال إجازة العيد. بعد قضائهم ليوم التروية، ضيوف الرحمن يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج غدا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا مشاهدين الكرام، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير قطر أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل الخير والتقدم والرخاء. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعي أن الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وقد قدم السلطان هيثم بن طارق التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للسلطان هيثم بن طارق، متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتقدم رئيس مجلس النواب بالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى، سائلا المولى أن يعيده عليه بوافر الصحة والعافية وعلى شعب مصر العظيم وكل المسلمين في كافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجدد رئيس مجلس الشيوخ في البرقية جدد العهد بدعم الرئيس السيسي في مسيرة الإنجازات التي تتحقق على يديه، مؤكدا مواصلة العزم والتقدم على خدمة شعب مصر العظيم وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقدم مدبولي بالإنابة عن أعضاء الحكومة أصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام. بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب مدبولي في برقيته عن أصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى، وأكد وزير الدفاع في البرقية استعداد رجال القوات المسلحة الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسؤوليات المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة والدفاع عن قدسية أراضيها.
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص التهاني بأصدق الأماني للرئيس السيسي بهذه المناسبة العطرة. وقال وزير الداخلية إن هذه المناسبة تأتي لتكون دافعا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل رفعة هذا الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه يستهدف فيها بناء التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل. كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة لكل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وبعث وزير الداخلية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما بعث توفيق برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام. وجه رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الاستعداد وإعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اطلع رئيس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة العمل على استمرار توفير اللحوم والأضاحي بالشوادر على مستوى المحافظات، وكذلك السلع الاستهلاكية الأساسية بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات للمتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية والإشراف الكامل على المجازر ومنع ذبح الأضاحي خارجها. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظات بالمرور المستمر اعتبارا من الغد وحتى آخر يوم في فترة الإجازات لتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني، مع التصدي بمنتهى الحزمة لأي تعديات بالمحافظات وتنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي المرصودة. أعلنت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. ووافق المجلس على تحديث خطة المساهمات الوطنية لتكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وكذلك زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء إلى 80 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس في عام 2030. احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. عالم يموج بالصراع، تعصف بسلامته وأمنه، أصبحت فيه السماء مسرحا للعمليات. من يمتلكها يحظى بالتفوق والغلبة، فكانت حمايتها أساسا لفرض الهيمنة. مصر يحمي سماءها ومقدراتها رجال على أهبة الاستعداد للذود عن الوطن متى تطلب الأمر ذلك. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء.
احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي. وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمراً صحفياً، وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة لتظل راية الوطن عالية خفاقة إلى أبد الدهر. صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة الباسلة يوم 30 يونيو، والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد 53 لقوات الدفاع الجوي المصري، والذي يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولة، واللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973. وكان لزاما علينا في هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسؤولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز. كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابطين في كافة ربوع وحدود مصرنا الحبيبة. كونوا دائما على قدر المسؤولية، وعند حسن ظن شعبكم الأبي كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل. كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداء لوطننا الحبيب. ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم، إن قواتكم قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا سلما وحربا، عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها. ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة. وأننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدرتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر سلما وحربا. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن تظل دوما قوات الدفاع الجوي جنودا أوفياء بناة للمستقبل، حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتنا العربية. حمى الله مصر شعبا عظيما وجيشا باسلا يحمي الإنجازات ويصون المقدسات. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء. بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وصلت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لدعم محدودي الدخل. يستمر الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم الأسر المصرية، حيث تتواصل فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في دعم أهالينا من محدود الدخل على مستوى الجمهورية، وتأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ترتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحس قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش، بالضحكة اللي على جبينه
وانا شغال دلوقتي لقيت مبادره كلنا واحد، لقيت مامور المركز داخل عليا بكرتونه. كل سنه وانت طيب يا ريس وتعود الايام بخير. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكه. كل سنه وحضرتك طيبه، مش ناقصك حاجه؟ ربنا يبارك له يا رب، واحنا معاه في ظهره من الميت، ربنا يكرمه يا رب وربنا يبارك. سنة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلامة. واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. شعب أصل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، ربنا يحفظكم يا رب. انطلق مأموري الأقسام والمراكز بنطاق دوائرهم لتوزيع مواد غذائية على المواطنين في أماكن إقامتهم وفي مواقع عملهم، حرصا منهم على أن تصل المساعدات لمستحقيها. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. احنا بنشكر الرئيس ان هو فاكرنا والله في كل عيد. اتفضلي. هي هدية من السيد الرئيس بمناسبة 30 يوم. والله ده أنا بحبك وبشكرك جدا جدا، وأنت على دماغنا من فوق والله، ربنا يسترها معاك يا حبيبي. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر الله يبارك لنا فيه ويخليه، دايما فاكرنا ودايما بيوصينا نروح لكم لغايه عندكم. ربنا يبارك له ويخلي له اولاده، ربنا يخلي له اولاده ودايما لمصر. وتحيا مصر، تحيا مصر. عمر الشعب ده ايد واحده والفي ربط واليوم الدين. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. شعب اصل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. كل سنه وانتم طيبين. دي هدية من السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى. وكل سنة وانتم طيبين يا حاج. دي هدية السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى. وكل سنة حضرتك طيب. بنقول للرئيس كل سنة وانت طيب، وبنقول لرجال الشرطة كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر. إشادة كبيرة من المواطنين بمبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة التي ترسخ لقيم اجتماعية تحرص عليها وزارة الداخلية، وتؤكد معها على أن الأمن الإنساني في مقدمة أولويات الوزارة لدعم المواطنين. ارتاح أول ما تشوفوش، وسمح طيب وبشوش، وتحس قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش، بالضحكة اللي عليك ربنا جنب. في هدية بسيطة عشان عيد الأضحى. كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب يا ابني، ربنا يديك الخير. أنا بص بطريقك. ربنا يخليك. ربنا يستر طريقك ويخليك يا رب. ربنا يخليك. واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده إيد واحدة والفي ربط واليوم الدين. الشعب اللي في وقت الشدة دايماً عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى يعيش الرئيس وربنا يخليه للغلابة، وهو حاسس بالشعب كله وبيوصل لنا في أي مكان. يحش عن المرض ويطول عمر، ويحش عن الوحش ويجي على رئيسنا على طول، ما يدرناش فيها أبدا يا رب. بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. شعب أصل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. كل سنة وهو طيب والشعب المصري كله بخير، وربنا يخليه لينا وخلانا في أمان وعشر على عشر. هم المصريين.
مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة ترسم الفرحة والبهجة على وجوه المواطنين في منازلهم وفي الحقول وأماكن عملهم، فهي تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. أنت مش عايز أي حاجة؟ مش تمر بأي حاجة؟ محتاج حاجة تعملها لك؟ هدية بسيطة كده لسيادة رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. ربنا يخلينا الرئيس ويوسع في رزق الرئيس يا رب. الضباط قبلوني في الطريق دلوقتي ووقفوني وادوني هدية الرئيس. يا رب تفاديه وتكتر منه، يا رب يسعده، يا رب تسترها معاه، يا رب يا رب تسترها معاكم كلكم ويفاديه. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاح وكتير كارهين. أنا ما كنتش متوقع إن الضباط يجوني لغاية بيتي ويدوني هدية الرئيس، وربنا يخلي لينا ويخلي لنا الغلابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتواصل توافد ضيوف الرحمن على صعيد عرفات بعد قضائهم يوم التروي على مشعر منى، وذلك استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا. ولتأدية هذا الركن الأعظم قد بدأت بعثة حج القرعة تصعيد حجاجها إلى عرفات في ظل تسييرات تقدمها البعثة المصرية لهم طوال فترة وجودهم بعرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا إن الحمد والنعمة. ترتج أركان مكة بالتلبية التي تنطلق من قلوب حجاج بيت الله الحرام، وهم يستعدون للانطلاق إلى عرفات الله إذانا ببدء مناسك الحج. إنه صباح يوم التروية، حيث بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها من فنادق إقامتهم منذ فجر اليوم، وفق خطة تعتمد على التصعيد التدريجي لتحقيق السيولة ومنع الزحام. هنا الجماعة مش مقصرين في حاجة، هم خلال اليومين اللي فاتوا كانوا عاملين مجهود كويس جدا، وبلغونا قبلها إن التوقيتات عاملة إزاي والأتوبيسات بالترقيم، كل واحد ينزل في الميعاد بتاعه بحيث ما يبقاش فيه تدافع أو فيه أي حاجة. الحمد لله رب العالمين. تنظيم جيد جدا، فنادق في يعني اعلى مستوى، نظام محترم قوي، تنظيم اتوبيس باتوبيس، كل اتوبيس بيطلع وبينادوا علينا من الدور بتاعنا، بننزل نلاقي كل اماكننا محجوزه. ضباط البعثه قاموا بتوجيه الحجاج بالنزول وفق ترتيب طوابق الاقامه، مع التاكيد عليهم باصطحاب الاحتياجات الاساسيه فقط لكل حاج، حتى يتمكن من اداء النسك بانسيابيه ويسر، في ظل خدمات تقدم لهم على مدار فتره اقامتهم بمنى وعرفات من إعاشة إلى لوجستية. كان في تنبيهات إن هو يعني يدوب على قد الاحتياجات الشخصية والحاجات اللي مش ضرورية ما نشيلهاش، وكل حاجة هم موفرينها إن شاء الله هناك يعني. تنظيم رائع رائع لأعلى مستوى، واللي عايز يجي يشوف هنا في مكة كمان هو التنظيم، فنادق وتنظيم الأتوبيسات ورحلاتنا منظمة جدا جدا جدا. كل حاجة حلوة حلوة حلوة. والأي حاجة حلوة. تعاقدت بعثة حج القرعة مع حافلات نقل حديثة لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر، كما حرصت على وجود مرشد بكل حافلة ليقود مسار الرحلة من مكة إلى المشاعر المقدسة. وكل هذه الحافلات مزودة بخاصية جي بي إس مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها. دور إن أنا أخذ الباص من مكان عند الفندق أوديه للتوجيه في عرفة عند المخيم هناك قبل التفويج، طلعنا على الاماكن دي كلها مرينا عليها،
مكان لمكان وعرفنا الاماكن واللوكيشن معانا بحيث ان ما حصلش اي توهان في اي باص في اي مكان. عملنا تجربه ورحنا ولفينا المناسك كلها وعدينا على المناسك ورحناها ولفيناها وعرفنا شفنا المخيم وشفنا كل حاجه والامور يعني تمام الحمد لله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ارتياح كبير بين أوساط الحجاج للخدمات المقدمة لهم وتنظيم عملية التصعيد، وهو ما بدا واضحا على وجوههم. الشعور ما يتوصفش، ان ربنا يكرمنا كده وتقبل منا. صراحة هم عاملين مجهود كويس جدا جدا بصراحة، يعني هياخدوا التقييم ممتاز. متشكرين جدا على الخدمة ممتازة بصراحة، وشكرا للبعثة المصرية، يعني الخدمات كويسة جدا، متشكرين جدا، كل سنة وانتم طيبين. الله يكرمكم والله يجازيكم خير عننا كلنا، ورحلة جميلة وهناك الخدمة جميلة، يعني انتم ما شاء الله كلنا مش فاخرين عارضين حاجة. ربنا يرزقنا ان شاء الله الوقوف على عرفة سالمين امنين غانمين ان شاء الله، والف الف شكرا على المجهود الطيب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. والله كله مظبط الحمد لله، والاوتيل حلو قوي ومنظمين جدا، يعني بيطلعوا يقولوا لنا كل حاجة في مواعيدها كله تمام. قرابة 11 ألف حاج من حجاج القرعة تم تصعيدهم إلى عرفات الله منذ الساعات الأولى من صباح يوم التروية في عملية نقل دقيقة تم رسم ملامحها على مدى الأسابيع الماضية، كما أجرى ضباط البعثة عملية محاكاة لمسار التحرك من مكة إلى المشاعر المقدسة على مدى الأيام السابقة ليوم التصعيد، وهو ما ساعد في إنجاحها. لا شريك لك. تزين الحجاج بملابس الإحرام وعلت وجوههم الفرحة والبسمات، ولما لا فهم بعد ساعات قليلة سيقفون على جبل عرفات ملبيين وداعين الله أن يغفر لهم. ووسط كل هذا قدمت لهم بعثة حج القرعة كافة التيسيرات لأداء المناسك. من مكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. في هذه الأثناء تقوم البعثة الطبية المصرية بالتنسيق مع السلطات السعودية لتقديم كافة الخدمات وأشكال الدعم لحجاج بيت الله الحرام. يأتي ذلك وسط أجواء روحانية وإجراءات لوجستية ميسرة وتأمين طبي بمناطق المشاعر المقدسة. لك والملك لا شريك لك. ها هم ضيوف الرحمن لبوا نداء الرحمن وبدأوا رحلتهم المقدسة يوم التروية والوقوف بمشعر منى. وسط أجواء روحانية عالية كانت القاسم المشترك بينهم البعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية رفعت درجة الاستعداد القصوى لتوفير تلك الأجواء للحجاج بشكل ميسر خلال أدائهم المناسك بمناطق المشاعر. إن شاء الله واخدين كل الكادر الطبي معانا بالتموين الدوائي والتموين الطبي اللازم، ومتواجدين في المخيمات بصفة مستمرة، ده بجانب العيادات اللي هي هتبقى موجودة فيه سواء في عرفات أو سواء في منى، بجانب أن في فروق المرور على المستشفيات، سوف يتم المرور على العيادات والمستشفيات في مناطق الحجيج للإطمئنان على تحويل الحالات والحالات اللي دخلت المستشفى، للإطمئنان على سير الإجراءات ومتابعتها بصفة يومية، وكذلك مرضى الغسيل الكلوي ومتابعتهم ووضع جدول ليهم للغسيل الكلوي اللازم ليهم. تنسيق مع السلطات السعودية بحيث ان الحالات اللي تقدر تطلع الى المشاعر سواء بسيارة اسعاف او انها تكون موجودة في مستشفيات المشاعر تم تصعيدها بالفعل ووجودها اللحظة دي في المستشفيات. باقي الحالات هيتم نقلها ان شاء الله بالاسعاف علشان تكون موجودة في جبل عرفات. دي خطوة. الخطوة الثانية ان فريق مرور المستشفيات بالتنسيق مع رئاسة البعثة قام بالمرور على كافة المستشفيات اللي موجودة في المشاعر سواء في منطقة جبل عرفات أو في منطقة منى، ورفع الموقع الإحداثي الخاص بيهم والخدمات المقدمة بكل مستشفى من المستشفيات ديت. في بعض المشاكل طبعا بتقابل الحجاج، إزاي يتعاملوا مثلا مع الأمراض بتاعتهم وهم موجودين هناك في الوقوف على عرفات أو في منى،
هنوعيهم بأهمية الكمامات، أهمية التواجد في الأماكن المزدحمة واستخدام الكحول. بنعمل لهم إرشاد برضو بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في قدمهم، إذا كان عندهم بعض المشاكل في قدم السكري إزاي يحافظوا على قدمهم أثناء المشي والوقوف وأداء مناسك الحج والمشاعر بإذن الله تعالى. فرحة غامرة انتابت ضيوف الرحمن كافة ومنهم الحجاج المصريين مع بدء الرحلة المقدسة وتفويجهم لمشعر منى، داعين الله تعالى بالقبول والاستجابة. حنين والله، لا والخدمة ممتازة صراحة والله، ونظام وكل حاجة جميلة والله. فرحة وسعادة والله والله والله، فرحانين سعادة وفرحة ما أناش متصورها قد إيه، سعادة كبيرة قوي الحمد لله. احساس جميل جدا وسعاده ما بعد سعاده، وربنا يدي كل مشتاق يا رب. الواحد مش مصدق ان هو في الحج حاليا، يا رب يكتبها لكل محروم ان شاء الله. فرحانه وطايره، قلبي طاير من فرح، فرحانه وسعيده ومبسوطه قوي 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 الحمد لله. ربنا يسعدنا يا رب ويجعل الحج مبروك علينا كلنا. دي اللحظه دي كنت بتمناها من زمان، واتمنى يا رب ان يكون هذا الحج لا رياء ولا سمعه، وحج مبرور ويكون ذنبي مغفور يا رب. رحله العمر، ربنا ما يحرم حد ابدا يا رب، وينعم على المسلمين كلهم يوم يا رب بزياره النبي وزياره بيت الله الحرام. اجواء روحانيه عاليه تنتاب ضيوف الرحمن كافه لبدء رحلتهم المقدسه وسط اجراءات لوجستيه غير عاديه هدفها تيسير اداء المناسك. محمد حلمي، التلفزيون المصري. ما زالت اخبار التاسعه تتواصل مع حضراتكم من على شاشه التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مع تواصل المعارك في السودان، البعثة الأممية تجدد التزامها بجهود حل الأزمة سلميا وتدعو طرفي النزاع للجوء إلى الحوار. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. أضاف أبوردين أن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية. جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. جددت البعثة الأممية بالسودان التزامها بالجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة القائمة في السودان، مطالبة كافة الأطراف السودانية باللجوء إلى الحوار لحل الخلافات القائمة. يأتي هذا بينما أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع استولت على أحد مقرات الشرطة بعد مهاجمته لثلاثة أيام متواصلة. أضاف الجيش السوداني أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، مشيرا إلى أن استهداف مقار الشرطة يعتبر تعديا على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين. لا تزال للشبكات دائرة في السودان تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين، خاصة اللاجئين. والسيدة عزيزة إحدى الوافدات السودانيات إلى مصر تروي للتلفزيون المصري ما عانته من ويلات الحروب والاشتباكات وأصوات الرصاص وما لاقته من دعم ومساندة في وادي كركر في أسوان. قد تسمع للوهلة الأولى طرقة هذا الباب عادية، لكنها ومن خلف هذا الباب وكأنها تربط على كتف السيدة عزيزة لتؤانس وحشتها بعد أن زرعت أصوات الرصاص في السودان رعبا لا ينسى أثره، لتستقر هي ورفيقتها خلف هذه الشاشة الصغيرة ينتظرون خبرا عاجلا يجفف دموعهم ويداوي جراحهم. فخلف هذا الوجه الذي يحاول أن يبقى متماسكا روايات مؤلمة حدثت أمام أنظار العالم، ولم يحتضن أي منها آلامهم سوى الشقيقة مصر التي ما خذلت يوما قاصدا لها. قاعدين من 15 رمضان
رمضان والعيد وكل حاجه نحن جوا النار والرصاص جوا بيوتنا طول الوقت تحت السراير مدسين تحت السراير كل ما يجي الطيار ويجي رصاص يدانا يجي رصاص احنا نخش تحت السراير بعيالي في نار الحرب ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل واحد صعبه علينا صعبه والله صعبه لا في مدارس لا في مستشفيات وشبابنا تدمر ما فيش الحمد لله انا مش عاوزه حاجه غير الامان بس امن والامان من المصريين اول حاجه والله استقبالنا استقبال كويس ادونا اكلنا وشربنا ودونا المويه ودونا الاكياس شلنا حاجاتنا وجينا هنا الاولاد الاحفاد ايوه والله بيلعبوا هداك في الشارع بيمشي يلعبوا قدام الباب وبيلعبوا مبسوطين والله اي كل حاجه هنا حلوه في مصر. هذه المساحة التي تقع بوادي كركر في أسوان وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها استطاعت أن تجمع شمل أسرة شتتت الاشتباكات جمعهم وإن كانت قلوبهم تعتصر ألما على من تركوهم هناك. فهنا حضن دافئ يحتمي فيه الأجداد بأحفادهم وهذه ابتسامة تجدد الحياة والبقاء وهذه جلسة محاكاة لما كانوا عليه قبل الاشتباكات والتي جعلتهم يبحثون عن مكان آمن لا فاقدين فيه ولا مفقودين. بس نحن جينا عشان البيت عيانة المستشفيات مقفلة هنا نفسنا نرجع السودان نرجع بيوتنا ونشوف أولادنا وأولاد عيالنا وخالاتنا وعماتنا كلهم هنا. نافذة أمل فتحت لهؤلاء الأطفال الأبرياء داخل هذا المنزل كل أحلامهم وأمنياتهم أرض يمرحون فيها ويلعبون ويضحكون فيها ولا يبكون. إحنا كنا بنشوف الطيارات بتحوم حوالينا بتطلع نار والدبابات بتلف حوالينا نحن بنموت من الرعب. أنا وأمي وخالتي بنلعب بالأوراق يعني بيحاولوا ينسون الحرب بس أعمل أي حاجة كنت بعملها قبل الحرب أي حاجة ألعب وأقابل أصحابي كلهم. 400 فدان هي مساحة قرى وادي كركر التي احتضنت الأشقاء السودانيين وفتحت لهم أبواب الدعم والمساندة. بنستقبل إخواننا السودانيين النازحين ونجي نستضيفهم في بيته أو يخشوا ضيافة على حد أو نأجر لهم بيت بحيث يلتقوا أنفسهم يعرفوا إذا كان رايحين مصر رايحين أي محافظة واللي قاعدين إحنا بنحاول نساعدهم قد ما بنقدر بخدمات تومينية في مؤسسات بتيجي تخدم بتدي فلوس في عندي أمراض في عندي ناس كتيرة تعبان والبلد برضه مش سايباها كأجهزة الدولة مصر مش سايبانا. هكذا عبر السودانيون حافة الموت ليعانقوا ناصية الحياة لكن في القلب جرح لن يندمل إلا بعودة آمنة لوطن آمن. سجل التاريخ على مدار السنين ولا يزال أن لغة الحرب والسلاح لا تحفظ حاضرا ولا تبني مستقبلا لكن لغة السلام تنجح دائما في تحقيق استقرار تطمح إليه الشعوب وتخلق وطنا آمنا تطمئن فيه الأجيال. فهنا من أرض السلام ترسل مصر دعوة سلام وأمان واستقرار إلى جميع ربوع العالم. من قرية وادي كركر بأسوان محمود جميل التلفزيون المصري. قال رئيس مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين إن تقدم مجموعته نحو موسكو كشف مشكلات خطيرة في الأمن في روسيا مشيرا إلى أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومترا دون أن يواجهوا أي مقاومة تذكر. وفي أول تسجيل صوتي له منذ انتهاء التمرد أكد رئيس مجموعة فاغنر أن رئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي كان وسيطا بين الكرملين والمجموعة اقترح حلولا لإرساح المجال أمام فاغنر لمواصلة نشاطها معتبرا أن الهدف الفعلي للتمرد المسلح كان إنقاذ فاغنر التي كانت مهددة بنظره بالتفكيك من قبل السلطات. Нам дают не более 1/3. Предлагаю вывесить объявление на Авито. Меняю вооружение на армию. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن تمرد فاغنر لن يؤثر نهائيا على علاقة موسكو بأصدقائها
وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية نفت أي صلة لها بتمرد قائد فاغنر، لافتا إلى أن من المحتمل أن يكون للمخابرات الأوكرانية علاقة بالتمرد. أشار لافروف إلى أن موسكو تحقق في إمكانية تورط أجهزة استخبارات غربية في هذا التمرد، وأضاف أن موسكو لن تسمح لأي محاولة تمرد بتقويض وحدة الدولة ونجاح العملية العسكرية في أوكرانيا. Периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции. من جانبه نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن أي علاقة للغرب بتمرد مجموعة فاغنر في روسيا، مشددا على أن ما يحدث هو جزء من صراع داخل النظام الروسي. وأكد بايدن أنه من المبكر معرفة إلى أين تتجه الأوضاع في روسيا، مشيرا إلى أن واشنطن كانت واضحة في أنها لم تتورط في تمرد فاغنر، وشدد على أنه لن يعطي عذرا للرئيس الروسي لإلقاء اللوم على حلف ناتو عما يحدث في بلاده. أعلنت وزارة الصحة وسكان إصابة 2 واستخراج جثمان أحد الأشخاص من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة ميامي في محافظة الأسكندرية. وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية الكاملة، مشيرة إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض تحسبا لوجود أي مصابين أو حالات وفيات أخرى. اختتم منتدى شباب العالم جلسات وورش العمل الخاصة بمبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي. يأتي ذلك في إطار اهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم بدعم وتمكين الشباب، خاصة شباب الفنانين. بهدف دعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. تم خلالها مناقشة ثلاثة محاور رئيسية هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير والتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال. الورشة النهاردة معنية بنشر قيم الفن للشباب وربطه بأهداف التنمية المستدامة من جهة، وربطه باستراتيجية مصر 2030 واللي بتتمحور حوالين تنمية الإنساء وبناء مستقبل أفضل لي، وكمان ربطها بفكرة جديدة هي المشروعات الصغيرة أو entrepreneurs أو رواد الأعمال. فإزاي يقدر الفني أو صاحب الفنان الشاب أو صاحب الفكرة الفنية كمان يقدر يخلي من فكرته ومن فنه مشروع يقدر يبتدي بيه اقتصاد فني. كما تركز أنشطة المبادرة على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة وإشراك الشباب فيها من خلال توعيتهم بأهمية إعادة تدوير إنتاج المواد مرة أخرى وتمكين الشرائح المستهدفة وتعليمهم مهارات جديدة في مجال الفنون والحرف اليدوية لخلق منتجات قابلة للبيع لتصبح مصدر دخل لهم. الفن هو المراية للمجتمع بشكل كامل، إذا كان من تاريخ أو فترة في كل مراحل الفن. الهدف منها هو أن احنا ندعم شباب الفنانين والتمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاقتصادي للشباب وللمرأة من خلال الفن. بنربط الفن التشكيلي بالكمان الأهداف التنموية للألفية، فمن ضمنها الاقتصاد الإبداعي. وعلى هامش المبادرة تم توقيع عقد بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، ويأتي ذلك تأكيدا على النهج التنفيذي الذي تبنته الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم في احتضان المواهب الشابة وتأهيلها لسوق العمل واثقالها بالمهارات والخبرات اللازمة. الآن مشاهدينا نتعرف على أهم أنباء المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرتنا تستعرضها لنا الزميلة فاطمة خليل. شكرا مصطفى ميزار، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
تواصل الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. وفي أسوان أكدت مديرية التموين بالمحافظة طرح اللحوم السودانية والبرازيلية فضلا عن السلع الأساسية مثل الأرز والسكر بأسعار أقل 30% عن أسعار السوق. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية التمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع جمعية الأرمان. الفعالية دي بتنظمها حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأرمان، ده مش أول تعاون ما بيننا، إن شاء الله مش هيكون آخر تعاون. في الفترة الجاية إن شاء الله مشروعات كتير تمكين اقتصادي، إحنا المفروض بنسلم حوالي 75 مشروع النهاردة، وسلمنا كمان 13 كشك، في كمان توزيع لحوم أضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل سنة طيبين. في وزعنا ل 500 أسرة، كل أسرة 2 كيلو، يعني المفروض حوالي 1000 كيلو. ان شاء الله الفتره الجايه هتكون في فعاليات برضو تمكين اقتصادي ما بين جمعيه الارمان ما بين حياه كريمه ضمن بروتوكول التعاون وتحت اطار التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. بنوزع 14 كشك وبنوزع 75 مشروع تنموي صغير، ويتم توزيع طن لحوم على اهالينا بالفيوم، ودول كانوا مركز طميه، مركز اقصى، مركز الفيوم. إن شاء الله مستمرين، إن شاء الله كل الدعم وكل الوقوف جنب أهالينا الأولى بالرعاية. نشكر جمعية الأرمان جدا جدا إن هي عملت كل المشاريع الكويسة بقرض حسن، نشكر كل القائمين عليها. جمعية الأرمان يعني مشكرها إنها وقفت معنا وساعدتنا إن أنا أكبر مشروعي، ويعني كلها يعني بصراحة ربنا بتقدم خير للناس كتير يعني. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب وسط تداولات تجاوزت نحو 1,800,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 17,287 نقطة ليرتفع بنسبة 2.18% ويغلق عند مستوى 17,665 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 3,493 نقطة ليرتفع بنسبة 1.21% مغلقا عند مستوى 3,535 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 5,174 نقطة ليصعد بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى نقطة 5,242 نقطة. في أسواق البترول العالمية، سجلت أسعار النفط انخفاضا بنسبة 1.3% ليصل إلى 73.82 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بنسبة 1.3%، أيضا ليصل إلى 69.54 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 85% لتصل إلى $2.39 للتر. هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.47% لتسجل نحو $2.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وصلت العملة التركية تراجعها ولمست مستوى 26 ليرة للدولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية متدنية تاريخيا. يأتي ذلك بعد قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي، وللمرة الأولى في أكثر من عامين تم رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان ومصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. أعلن خفر السواحل الأمريكي الشروع في تحقيق لمعرفة أسباب وقوع انفجار الغواصة السياحية تيتان في الأسبوع الماضي أثناء رحلة لموقع حطاب السفينة العملاقة تيتانيك في شمال الأطلنطي. وأوضح خفر السواحل الأمريكية أن الهدف الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم. يأتي ذلك عقب يوم من إعلان السلطات الكندية فتح تحقيق حول سبب انفجار الغواصة التي كانت تحمل على متنها 5 أشخاص.
أجلت السلطات في تشيلي آلاف الأشخاص جراء الفيضانات العارمة التي تشهدها البلاد نتيجة للأمطار الغزيرة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية عن مصرع شخصين في الفيضانات، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين. موجة من الأمطار غير مسبوقة تسببت في فيضانات عارمة جنوب تشيلي، تحولت على إثرها شوارع العاصمة سانتياغو إلى أنهار جارفة بعد أن فاض النهران الرئيسيان بها في مشهد يعد الأسوأ في تاريخ البلاد. الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول الخميس الماضي تركزت في مناطق جبلية تتساقط فيها الثلوج عادة، ما أدى إلى ارتفاع سريع في منسوب الأنهار في البلاد. ففي غضون ساعات ارتفع منسوب مياه نهر مولي في وسط البلاد، مما دفع السلطات إلى إجلاء 1800 شخص يقيمون قرب ضفاف النهر، فيما أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في البلاد، كما نفذت عمليات إجلاء وقائية في مدن مختلفة. وفي أحدث حصيلة رسمية أكدت وزارة الداخلية مصرع شخصين في الفيضانات، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين. وأفادت هذه الحصيلة كذلك أن 9814 شخصا يقيمون في مناطق معزولة، وأكثر من 4000 تعرضوا لأضرار. هطول الأمطار على مدار أيام متتالية حول الوضع في وسط تشيلي إلى مشهد كارثي، فقد دمرت مياه الفيضانات كل شيء في طريقها. في مستوى للفيضانات لم يحدث منذ عام 1986. والآن مشاهدينا نتحول للتعرف على الأحوال الجوية. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة والطقس، ومرة أخرى مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا مصطفى، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 23، اسكندرية 30 22، مطروح 29 21، بورسعيد 31 22، إسماعيلية 36 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 36 23، العريش 32 22، طابة 35 25، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 38 28، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41 27، أسوان 41 28، الوادي الجديد 41 24، شلاتين 37 28، حلايب 33 28، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
بدأت قرية فارس في محافظة أسوان في حصاد المانجو كعادتها في كل عام، ويستمر الحصاد حتى أغسطس القادم. وتشارك قرية فارس كل عام في مهرجان المانجو بمدينة أسوان بمشاركة نحو 1000 مستثمر ومزارع وتاجر، وهو ما يعد فرصة كبيرة للقيام بعمليات الترويج والتسويق. ربما يعتقد البعض أن قصب السكر والتمر هما الأشهر بين المنتجات الزراعية في محافظة أسوان، لكن الحقيقة أن المانجو أيضا تعد من أشهر هذه المنتجات. قرية فارس في أسوان التي تم اختيارها كأفضل القرى الخضراء الصديقة للبيئة ضمن فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تمتاز بجودة منتجاتها من المانجو كبير الحجم ذي المذاق الرائع الخالي من أي تلوث. بنجمع المانجو وكده يعني بنوديها سوق الحضرة، وفي ناس برضو بتاجي تاخد مننا هنا من البلد كاستيراد وكده. عندنا أصناف المانجا الزبدة والتيمور والأويس والهند البنشاوي والسكري، وفي نوع جديد اسمه تومي، وفي كنت وكيتي، وفيه نعومي. دي أنواع المانجا الموجودة في فارس. ويحرص العديد من المواطنين بمدينة أسوان على الذهاب للقرية لشراء كميات من المانجو لأسرهم والتوزيع على الأهل والأقارب والجيران، كما يحرص العديد من التجار من المحافظات على شراء مانجو قرية فارس من خلال مرسى القرية المتاخم لنهر النيل. أنا باجي كل سنة بشتري في نفس المعدة لإخواتي وعمامي وخلاني وجيراني، باخذ 3-4 أقفاصة. باجي كل سنة هنا قرية فارس، معروف إن قرية فارس مشهورة بزراعة المانجا، فكل سنة احنا بنحاول نيجي كده هنا إن شاء الله نعمل نشتري كمية من المانجا بنشتريها، بنحاول نوزعها على أصحابنا على حبايبنا. وتشارك قرية فارس كل عام في مهرجان المانجو بمدينة أسوان، حيث يعد هذا المهرجان فرصة كبيرة للقيام بعمليات الترويج والتسويق لهذا المنتج الذي يكثر الطلب عليه في العديد من الدول العربية والأوروبية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة. يأتي ذلك حفاظا على أرواح المواطنين. تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك كثافة مرورية على الطرق، مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع بشواطئها، مستخدمين الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة. من هنا كانت وزارة الداخلية حريصة على توفير أقصى درجات الأمان عليها حفاظا على الأرواح والممتلكات، حيث تنتشر على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي منظومة متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية، إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشرة عليها، حيث يتميز الطريق بوجود عدد من كبار الدوران عليه لحل مشاكل الزحام. ويشهد طريق العالمين الذي تم توسعته وتطويره وجوداً للخدمات المرورية والارتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادي الطريق بالقواعد المرورية، وتمتد المتابعة المرورية على طريق الضبعة، حيث تنتشر الخدمات المرورية بطول الطريق لبث طمأنينة في نفوس مرتاديه وإلزام الجميع بالسرعات المحددة. ومع ما يشهده طريق الإسكندرية الصحراوي من كثافة مرورية خلال فترة العيد والصيف، تنتشر الخدمات المرورية عليها، كما توجد أكمنة ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط عليه والانسيابية المطلوبة. وتتابع غرف عمليات المرور الحالة المرورية على مدار الساعة، حيث ترتبط بالخدمات المرورية على الطرق للتعامل مع الأعطال ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال
وتسيير الحركة المرورية. رحلة آمنة لكل مواطن على الطريق طالما هناك التزام بالقواعد المرورية المحددة بالتزامن مع انتشار المرورية عليها لتحقيق الأمان على هذه الطرق. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الرئيس السيسي يتلقى التهاني من نظرائه بالدول الإسلامية وكبار رجال الدولة. رئيس الوزراء يطمئن على الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ويشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى. بعد قضائهم يوم التروية، ضيوف الرحمن يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج غدا. ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. أهلا بك. نور يا إيمان، ازيك يا مصطفى؟ طبعا التاسعة دايما متواصلة يا جماعة، مستمرين. احنا مستر اكس مكملين، مش حاجه تقدر توقفنا. اخباركم ايه؟ تمام. كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين، ويا رب يبقى عيد سعيد علينا جميعا، والسنه الجايه كلنا يا رب نطلع نحج يا رب. اه والله انا لسه بقول لايمان قبل النشره ان شاء الله السنه الجايه يكون في فرصه ان احنا نحج كلنا مع بعض. يا رب والله يا مصطفى. حقيقي تكون صحبه حلوه، تبقى حاجه جميله يعني، زي اليومين دول من السنه اللي فاتت كان الواحد مستمتع بفريضه الحج هناك. وكنا بندعي. انت كنت بتحج السنه اللي فاتت؟ اه ودعيت لك. لا يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعايز تيجي تاني السنه الجايه؟ السنه الجايه. خلاص يا مصطفى، صحبه حلوه يا صوره. ما سيب لنا احنا مساحه يا اخي، اللي حج مره يسيب للباقيين، مش كده؟ ان شاء الله. لا يا ربنا يا رب ينولها لك وينولها لنا جميعا يا رب. وعيد مبارك علينا جميعا ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين يا رب. حلقة سعيدة. كل سنه وانتم طيبين، وهنبدا بقى احنا فقراتنا. اتفضل. استاذنكم ونتوكل على الله. السلام عليكم. شكرا لك يا يوسف.